بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدائرة المثلثية للأولى ثانوي رقم 11، حيث قال بسط ما يلي ثم قال أحسب الأعداد A و B و C. إذن لننطلق على بركة الله. إذن نأتي أبنائي إلى السؤال الأول، قال بسط ما يلي. إذن نكتب تبسيط ما يلي. لاحظوا جيدا، ننطلق بالعبارة الأولى اللي هي P ناقص P على 10. إذن ما هو الآن العمل إلا أن نوحد هنا المقام 10 وهنا ماذا؟ وهنا 10، فتصبح لنا 10 P ناقص P اللي هي 9 P على ماذا؟ على 10. نأتي كذلك أبنائي إلى العلاقة الثانية اللي هي P ناقص 2 P على 5. هنا لو نوحد هنا المقام 5 وهنا 5، ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تساوي لنا 3 بي على ماذا؟ على 5 بكل بساطة. نأتي كذلك أبنائي إلى المثال الآخر لكي كذلك نوحد المقام، نضرب هنا في ماذا؟ نضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 5، فتصبح لنا 5 بي، لاحظوا 5 بي ناقص بي كم؟ تصبح لنا 4 بي على ماذا؟ على 10. نختزل، نقسم من هنا على 2 ونقسم من هنا على 2، وتصبح لنا 2 بي على ماذا؟ على 5 بكل بساطة. إذن لاحظتم هذه العلاقات يا أبنائي سوف تساعدنا في السؤال الذي يأتي بعده. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني، قال أحسب الأعداد A و B و C حيث. إذن نكتب هنا حساب، أولا ننطلق بحساب A. إذن حساب A ماذا نملك يا أبنائي؟ نملك الأ، ها هي قيمته، دققوا معي هنا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا، ها هو الأ. إذا يصبح لنا أ يساوي ماذا؟ يساوي لنا كوس بي على 10، ثم دققوا معي جيدا، زائد ماذا؟ زائد كوس 2 بي على ماذا؟ على 5 هكذا، زائد ما رأيكم أبنائي هذه 3 بي على 5 لو نعوضها بما يساويها اللي هي ها هي القيمة اللي هي تساوي لنا بي ناقص بي 2 بي على 5. إذا تصبح لنا هنا هكذا كوس، دققوا معي أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا الدساتير، ماذا تصبح لنا؟ ماذا نحولها بكلمة بي ناقص ماذا؟ 2 بي هكذا على ماذا؟ على عفوا على هنا على 5. قلت هذه القيمة يا أبنائي ها هي ماذا تساوي؟ تساوي لنا بي ناقص 2 بي على ماذا؟ على 5، زائد ماذا؟ زائد كوس ماذا؟ 9 بي على 10، ها هي ماذا تساوي؟ تساوي لنا كم؟ تساوي لنا بي، دققوا هنا أرجوكم، إذا تساوي لنا بي ناقص ماذا؟ ناقص بي على ماذا؟ على 10 كما أشير هنا بكل بساطة. فتصبح لنا A يساوي، ندقق جيدا هنا، تصبح كوس بي على ماذا؟ على 10، زائد كوس ماذا؟ 2 بي، قلت عفوا، إذا قلت 2 بي على ماذا؟ على 5. نأتي الآن هنا إلى الدائرة المثلثية لكي يحدث بعض الاختزالات. لاحظوا ها هي الدائرة المثلثية يا أبنائي، قال بي ناقص ماذا؟ إذا قلنا الزاوية الأولى هي 2 بي على 5، لو نفرض أن هذه هي الزاوية 2 بي على 5، دققوا أرجوكم، هذه الزاوية هي 2 بي على ماذا؟ على 5، دققوا هنا، وعندنا بي ناقص ماذا؟ ناقص 2 بي على 5، معناه أكيد سوف يكون ماذا؟ سوف تكون في هذا المكان، دققوا معي هكذا، ها هي بي ننقص لها بي 2 بي على 5 معناه سوف تكون هنا. لاحظوا هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي كم؟ هي بي ناقص 2 بي على ماذا؟ على 5. يقول أحدكم لم أفهم، يا أبنائي دققوا معي أرجوكم، هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي 2 بي على 5، لا يهمنا ما هي، لا تهمنا، المهم هي زاوية. وماذا؟ وبي، ها هي بي ناقص بي على 5، بي على 5 لماذا؟ لأن يا أبنائي هذه الزاوية وهذه التي باللون الأزرق يعني لهما
نفس ماذا؟ نفس القياس، لكن هنا فقط وهنا فقط. لكن هو واحدة، واحدة كم؟ واحد 108 ناقص الزاوية، وواحد الزاوية بنفسها. لو ندقق الآن بالنسبة إلى كوس هذه الزاوية اللي هي هذه، ها هو الكوس لديها اللي هو الإسقاط على ماذا؟ على محور الفواصل. هنا سوف يكون الإسقاط في هذا المكان، دققوا أرجوكم. يقول أحدكم لم نفهم، ها هو الإسقاط، انظروا. والأخرى ما هو الكوس لديها؟ اللي هي 2 بي على 5، ها هو الكوس لديها هنا كما أريكم باللون الأخضر، يعني الإسقاط سوف يكون في هذا المكان. هل هما متساويان؟ بالقيمة المطلقة نعم متساويان، لكن قيمة جبرية متعاكسان، فتصبح لنا كوس ماذا؟ بي ناقص 2 بي على 5 يساوي لنا ماذا بالنسبة إلى 2 بي على 5؟ يصبح يساوي لنا ناقص. لماذا؟ إذا كان هذا موجب فهذا ماذا؟ فهذا سالب. إذا لا لكم يمكن أن يتساوى إلا إذا ضرب، إذا ضرب أحدهما، إذا هذا تخيلوا إنه موجب، حتى يصبح يساوي لنا هذه الجهة ماذا؟ يمكن أن نضربه في ناقص. إذا نضرب هنا في ناقص تصبح لنا كوس 2 بي على ماذا؟ على 5. ركزوا أرجوكم، هذا الأمر الأول. نأتي كذلك أبنائي إلى نفس الخطة، إلى الزاوية التي بعدها اللي هي بي ناقص بي على 10. إذا قلنا يا أبنائي هذه الزاوية هي بي على 10، ما هي الزاوية الآن؟ زاوية بي ناقص بي على 10 أكيد سوف تكون في هذه الجهة اللي هي 180 ناقص بي على 10. إذا هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي بي على 10، وهذه من هنا إلى هنا اللي هي بي ناقص بي على 10. كيف الكوس لديهم يا أبنائي؟ الكوس لهذه بي ناقص بي على 10 ها هي قيمتها التي أريكم إياها هنا بالإسقاط، والأخرى ماذا يمكن أن يكون؟ يكون بالجهة المعاكسة من هنا، ها هو الإسقاط يا أبنائي، لأننا نحن نعمل مع محور الفواصل اللي هو الكوس. فتصبح إذا كان هذا موجب فإن هذا سالب، بالرغم أنهم متساويين بالقيمة المطلقة. إذا حتى يصبح هذا سالب نضربه في ماذا؟ في ناقص، فأصبح لنا ناقص ماذا؟ تصبح لنا ناقص كوس ماذا؟ كوس بي على 10. إذا ماذا ينتج يا أبنائي؟ سوف يذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا، إذا يصبح لنا أ بكل بساطة صفر فقط. هكذا يا أبنائي نسميه الدائرة المثلثية، عليكم أن تفهمونها جيدا. نأتي بعدها الآن إلى بي، لاحظوا بنفس الخطة أبنائي، نقول بي يصبح يساوي الزاوية هذه نتركها كما هي اللي هي سينس ماذا؟ سينس 2 بي على ماذا؟ على 5. دققوا هكذا، زائد هذه ما رأيكم يا أبنائي؟ لو نقول إنها سينس كم؟ سينس بي ناقص ماذا؟ بي على 5. أعيد توحيد المقام، أليس بي ناقص بي على 5؟ لو نوحد هنا المقام 5 وهنا 5 تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 4 بي على ماذا؟ على 5. لهذا حولتها حتى نستعمل الدائرة المثلثية. نأتي إلى التي بعدها، ماذا تعطي لنا؟ هي العكس، هي سينس بي زائد بي على 5. جربوا يا أبنائي، وحدوا المقام تصبح لنا 5 بي زائد بي اللي هي ماذا؟ هي 6 بي. ثم نأتي للتي بعدها اللي هي سينس ماذا؟ هذه ننتبه إليها حتى تعطي لنا ماذا؟ 8 بي على 5. ما رأيكم اللي هي 2 بي، 2 بي لاحظوا ناقص 2 بي على 5. وحدوا المقام ودققوا، لاحظوا قلت 2 بي ناقص 2 بي على 5. لو نوحد هنا المقام 5 وهنا تصبح لنا 10، 10 بي ناقص 2 بي تصبح 8 بي على 5. لم أفعل شيء حتى الآن. نأتي الآن أبنائي لاستغلال، نعود الآن أصلا إلى الدائرة المثلثية. في الدائرة المثلثية أبنائي سوف ندقق، ها هي الدائرة مثل ما كنا نعمل في الأول، ها هي، دققوا. فتصبح لنا بي يساوي الأولى نتركها اللي هي سينس ماذا؟ سينس 2 بي على ماذا؟ على 5. نأتي الآن إلى هنا ونجرب، ركزوا عندنا الزاوية، إذا قلنا الزاوية الأولى ما هي؟ الزاوية بي على 5، إذا قلنا هذه الزاوية بي على 5، والزاوية الأخرى هي بي ناقص بي على 5، معناها أكيد سوف تكون في هذه الجهة، لأن ها هي بي ننقص لها هذه الزاوية الصغيرة التي باللون الأخضر،
فأصبح لنا هذه الزاوية. إذا كانت هذه الزاوية هي P على 5، فإن هذه الزاوية يا أبنائي اللي هي P ناقص P على 5. لاحظوا هل هما متساويتان في الكوس؟ نحن نبحث الآن على السينس ليس على الكوسينس. لو ندقق جيدا يا أبنائي، السينس علينا أن نسقط هكذا، نقوم بالإسقاط على محور التراتيب. هذه ها هو لونها السينس، ها هو باللون الأحمر، وهذه لو يسقط هكذا فيصبح لهما نفس اللون ونفس المكان. إذا فتصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ زائد سينس بي على 5. إذا هذه الزاوية من هنا إلى هنا لها نفس السينس مع الزاوية الخضراء، الزاوية الزرقاء مع الزاوية الخضراء هنا لهم نفس السينس ليس نفس الكوسينس. ناتي بعدها أبنائي إلى زائد بي، زائد بي على 5. إذا قلنا الزاوية بي على 5 هي هذه، الآن الزاوية بي زائد بي على 5 معناها سوف تكون في هذا الموضع. دققوا أرجوكم. إذا الزاوية الأولى ها هي، والزاوية الثانية من هنا إلى ماذا؟ إلى هنا. لهذا قال بي زائد بي على 5. دققوا، إذا قلنا هذه هي الزاوية بي على 5، فإن هذه من هنا إلى هنا أصبح لنا بي زائد بي على 5. لم أفعل شيء. نحن الآن مع السينس الأولى، ها هو السينس لديها. لاحظوا جيدا، الأولى السينس لديها بالإسقاط سوف يكون ماذا؟ سوف يكون هذا هو السينس، والأخرى بالإسقاط سوف يكون لها ها هو السينس لديها. هل هما متساويان؟ بالقيمة المطلقة نعم متساويان، لكن بالقيمة الجبرية متعاكسان. إذا بما أن متعاكسان يا أبنائي، إذا أخذ الأول الزائد الآخر يأخذ الناقص. إذا ركزوا، هذا له زائد وهذا له ناقص، حتى يصبح هذا مثل هذا، لأن حتى يصبح متساويا علينا أن نضرب هذا في ماذا؟ في الناقص، فتصبح لنا تساوي لنا ناقص سينس ماذا أبنائي؟ بي على 5. ركزوا أرجوكم حتى أعيد من هنا. لاحظوا هذا عنده ناقص وهذا عنده الزائد، لمن؟ للزاوية اللي هي بي على 5، حتى تصبح مثل أختها ناقص. ماذا نضرب؟ نضربها في ناقص، ها هي قد ضربت في ناقص. ناتي بعدها أبنائي إلى الزاوية التي جاءت بعدها اللي هي سينس 2 بي ناقص ماذا؟ ناقص 2 بي مع ناقص 2 بي على 5. الزاوية أولا نأتي إلى 2 بي على 5، ها هي الزاوية. إذا قلنا الزاوية 2 من هنا إلى هنا إنها 2 بي على 5. دققوا أرجوكم. وعندنا الزاوية الأخرى قال 2 بي، 2 بي ناقص 2 بي على 5، ها هي الزاوية. لاحظوا ماذا تصبح. إذن تصبح عفوا، تصبح لنا من هنا، لاحظوا هذه الزاوية 2 بي على 5، والأخرى ما هي؟ هي دورة كاملة وننقص لها تلك الزاوية، ها هي الزاوية. دققوا. إذن ماذا؟ هذه قلنا على 5، فتصبح لنا الزاوية هذه من هنا إلى هنا هي 2 بي ناقص 2 بي على 5، هكذا يعني 360 ناقص هذه الزاوية. ندقق هل لهما نفس السينس يا أبنائي أم لا. لو نلاحظ إلى الأولى، ها هو السينس لديها باللون الأزرق، والأخرى ما هو السينس لديها؟ ها هو باللون الأسود. هل هما متساويان؟ لا، هما متساويان بالقيمة المطلقة لكن متعاكسان، فتصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ناقص سينس ماذا؟ 2 بي على 5، لأن ليس لهم نفس السينس، إنما السينس لديهم متساوي بالقيمة المطلقة لكن معكوس بالإشارة. تصبح لنا ماذا أبنائي؟ هل يوجد هنا بعض الاختزالات؟ ها هو قد ذهب مع هذا، وهذا ذهب مع هذا، إذا ب أصبح كذلك يشبه الأ، يساوي الصفر فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الذي بعدها اللي هو سي. إذا نكتب هنا سي يساوي البي على 10، نتركها كما هي اللي هي كوس مربع ماذا؟ بي على 10. لاحظوا هنا التصحيح، بعض الكتابات عليكم أن تعلموها، أنه كوس ماذا؟ كوس مربع إكس هو كوس إكس الكل مربع، هذه انتبهوا لها. معناها هذه لما تجد التربيع هنا نقرأ أهو كوس مربع إكس، ليس كوس مربع إكس مربع.
زائد ماذا؟ ناتي الآن إلى سينس مربع ثم نأتي إلى هذه الكتابة، أليس هذه الكتابة هي نفسها هذه يا أبنائي؟ نعم، إذا سوف نساويها فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا بي على 2 ناقص ماذا؟ ناقص بي على ماذا؟ على 10. دققوا أرجوكم، بي على 10 ثم زائد نأتي إلى التي بعدها اللي هي كوس مربع. هذه 3 بي على 5 أليس هي بي على 2 زائد بي على 10؟ تعالوا نوحد المقام لنتأكد من ذلك. لو نكتب هنا 10 ونضرب هنا في 5 تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 6 بي على 10. أقسم هنا على الاثنان وأقسم هنا على الاثنان فإنها تساوي لنا 3 بي على 5. إذن يمكن أن نحول تلك 3 بي على 5 إلى ماذا؟ إلى بي على 2 زائد بي على 10. أنا استغللت هذه حتى يحدث بعض الأمور في الطريق. زائد ماذا؟ زائد 9 بي على 10، ها هي 9 بي على 10 اللي هي بي ناقص ماذا؟ ناقص بي على 10. فماذا يحدث؟ تصبح لنا تساوي لنا سينس مربع ماذا؟ بي ناقص بي على 10 اللي هي أنها تعطينا 9 بي على 10. ننتبه الآن أبنائي نقطة نقطة ونلاحظ هنا من خلال الدائرة المثلثية بعض الأشياء علينا أن ننتبه لها. ها هي الدائرة المثلثية، لاحظوا هنا قال نترك، نقول سي يصبح يساوي كوس مربع، سوف نتركه كوس مربع ماذا؟ بي على ماذا؟ على 10. هذا الشوط الأول. زائد نأتي الآن إلى هذه ونلاحظ ما هي العلاقة. دققوا أرجوكم أبنائي، قلت هذه التربيع لا تهتم لها، يمكن أن نضع هذه التربيع هنا كليا حتى تفهموا يا أبنائي. الآن عندنا الزاوية كم؟ الزاوية عندنا أولا بي على 10، ها هي بي على 10، والزاوية الأخرى قال هي ماذا؟ هي 90 ناقص بي على 10، ها هي 90 ننقص لها بي على 10 معناها تصبح هذه. لاحظوا إذا هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي بي على 10، وهذه من هنا إلى هنا اللي هي 90 ناقص بي على 10. دققوا ما هي العلاقة. لو نلاحظ إلى هو قال ماذا؟ هو قال سينس، السينس لديها هو ها هو إلى غاية هذا المكان اللي هو، ألا تلاحظ أنه نفس الكوسينس للزاوية بي على 10؟ يقول أحدكم لم أفهم، قم بالإسقاط هنا كيف؟ ها هي القيمة، هذه سينس ماذا؟ سينس بي على 2 ناقص بي على 10، أليس هي هذه القيمة التي أريك هنا باللون الأخضر؟ هي كوس بي على 10؟ نعم، إذا فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا تساوي لنا كوس مربع ماذا؟ بي على 10، قضية مساواة فقط. هذا الجزء وما يساوي لنا هذا الجزء حتى تنتبهوا لذلك. ننتبه، نكمل الآن مع الجزء الآخر اللي هو كوس كذلك مربع. ثم عندنا 90 زائد بي على 10، أولا ها هي الزاوية بي على 10، 90 ها هو 90، انظر نضيف له بي على 10 معناه يصبح هنا. إذا دققوا الآن، هذه الزاوية هي بي على 10، وهذه الزاوية من هنا إلى هنا هي بي على 2 زائد بي على 10. دققوا، أليس نحن الآن مع الكوسينس؟ دققوا، ها هو كوس مربع، كوس مربع ماذا؟ إذا دققوا، ها هو الكوس، ها هو الكوس لهذه الزاوية. ما هي الزاوية؟ ليس بي على 10، هي ماذا؟ هي بي على 2 زائد بي على 10، ها هو الكوس. ماذا؟ أليس هو لما نطابقه نجده أنه يساوي لنا هذه القيمة بالنسبة إلى الزاوية هذه بي على 10؟ هذه القيمة وهذه القيمة متساويتان، معناه كوس 90 زائد بي على 10 هو سينس بي على 10، لأن لهما نفس الطول، يصبح لنا هنا ماذا؟ يصبح يساوي لنا بي، يصبح يساوي لنا ماذا قلنا؟ يصبح يساوي لنا سينس، ننزع الكوس كليا الآن ونقول يساوي لنا سينس مربع ماذا؟ بي على 10. ناتي إلى الجزء الآخر اللي هو سينس مربع بي ناقص بي على 10، أول نضع الزاوية بي على 10، ها هي الزاوية بي على 10، ثم ماذا؟ ثم بي ناقص بي على 10، إذا قلنا الزاوية بي ها هي من هنا إلى هنا، ننقص لها بي على 10 معناه تصبح في هذا المكان بالتقريب فقط، ها هو. إذا هذه الزاوية من هنا قلنا إلى هنا هي بي على 10، قلت على 10،
لاحظوا، وهذه من هنا إلى هنا اللي هي بي ناقص بي على 10. الآن ما هو الشيء المتساوي مع بعض؟ نحن الآن مع السينوس. السينوس لمن؟ لهذه الزاوية، الزاوية بي ناقص بي على 10 هو هذا. ماذا يساوي لنا؟ دققوا هكذا. إذن هذا هو، لما نسقط هكذا نأتي بهذه القيمة، هذه التي أشير إليها هنا باللون الأسود. أليس هذا لما يسقط هكذا يكون متساويا؟ معناه ماذا نستنتج؟ نستنتج أن سينوس بي ناقص بي على 10 هو نفسه كوسينوس بي على 10. يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ، هذه الزاوية الكوس السينوس عددية ها هو، وهذه الزاوية إلى غاية هنا السينوس لدي هو هذه. لاحظوا جيدا، دققوا معي. إذن قلنا، إذن يساوينا قلنا السينوس ليس الكوسينوس، نعتذر، إذن قلنا لهما نفس السينوس، فتصبح لنا تساوينا السينوس مربع ماذا؟ بي على 10. لماذا؟ لأن قلت هذه الزاوية وهذه الزاوية لهما نفس هنا على، لما يسقط على محور التراتب لهما نفس القيمة. بهذه البساطة الآن أبنائي ها قد أنهينا، سوف نكمل الآن. سوف أذكركم بشيء، أن كوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا هذه درستم أنها تساوي واحد، ومهما كانت الألفا هنا موجودة. أليس معنى هذه مع هذه، لأنها هي ألفا وها هي ألفا، أليس هي واحد؟ نعم، تصبح تساوي لنا سي يساوي لنا واحد. زائد أليس هذه مع هذه يا أبني إنها نفس هذه، إذن هي واحد، والواحد والواحد هو اثنان، إذن يصبح سي يساوي لنا اثنان بهذه البساطة المطلقة فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.